عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ينطلق في حفظ الله ورعايته الشوط الذي يحمل الإثارة والمنافسة. شوط الجعدان مقدمة هذا الشوط والبداية مع المركز الأول والصدارة. هناك على مقدمة هذا الشوط من يقدم لنا الحضور والتواجد، يوزلو يا شاهين مبارك بن شامس بن معتوق، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. المركز الثاني يتواجد والقادم الشبابي هادف بن حمد بن غريب. المركز الثالث يتواجد شاهين سيب بن متعب. وصل شاهين لسيد علي بن خميس، ولكن مقدمة هذا الشوط روح مع البطل، روح مع النجم، روح مع العملاق، روح مع صاحب الإنجازات اللي على الصدارة على مقدمة هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الحضور هذا التقدم على صدارة الشوط وعلى المركز الأول. لمبارك بن شامس بن معتوق يقدم شاهين الصدارة، ولكن شوف الحاضر على المركز الثاني القادم شاهين على ثاني المراكز علي بدر بن علي بن خميس على المركز الثاني، ولكن شاهين اللي على الصدارة. سلام سلام بوشامس، سلام بوشامس، سلام. التوقيت في خطر، الحضور المشرف، التحدي والإثارة. ما شاء الله تبارك الرحمن، تهانينا والناموس مبارك بن شامس بن معتوق على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني لسيد بدر بن علي بن خميس ما قصر. المركز الثالث شعار بن منين وصل على المركز الثالث لسيد. كان هناك الوصول مشاهدي الكرام، جماعة توقيت دقيقتين 11 ثانية، ما شاء الله تبارك الرحمن. تهانينا لمبارك بن شامس بن معتوق على فوز شاهين بهذا الشوط.